احسن في مكانك. يلا شوف، انا ابغى اسوي لك فحص، ابغى اساعدك، بس اذا انت تتاخر كيف انا راح اسوي لك الفحص؟ يلا بس اجلس، يلا بس اف بس عليكم. شوف، ابغى اسجل معلوماتك، اوكي؟ ما عاد ابغى انسى، ما ابغى انسى اللي يتاخر. لا ماني بسمعتك يا اخي، ماني بسمعتك. لا يلا بس قول لي ايش اسمك. ايش اسمك؟ سرطان بن فلتان. قل لي اسمك يلا. اوكي طيب، شوف انا اسوي لك الفحص، بس ما ابغى اسمع اي وما ادري ايش. لا خلاص، انا الدكتورة، اذا ما تثق فيا اسوي شغلي اتركني روح مكان ثاني. يا ربي خلاص خلاص. لا بسوي الفحص الحين. تشرب ولا تدخن؟ طيب ايش تسوي، رياضة ولا ما تسوي رياضة انت؟ Stop.
شكله عندك اللوز كذا، عندك لوز وعندك مشاكل كثيرة. خلينا نسجل. خليك ساكت لو سمحت، ما أبغى أزعج اليوم.
تشوف وجهك انت، ما تغسل وجهك بالصباح ما تشوف. استغفر الله العظيم. تعرف خلينا اشوف كمان اذانيك، خلينا اشيك على اذانيك ليكون عندك حساسية يعني كل راسك. ولا كلمة بس، ما ابغى اسمع سواليفك اليوم، ولا ابغى اعرف ايش صار عندك اليوم. عجيبين انتو عجيبين، ما ادري انا ما كنت
الصورة انت الحين جالس تلعب معايا في الصورة، تبغاني احسر في السر؟ قل لي اسم الدواء. ايش اسم الدواء؟ يلا. طيب ما ابغى حركات لو سمحت، ما ابغى حركات. لما اسألك سؤال جاوبني وخلاص، ما تعرف قول ما اعرف. شوف لما الدكتور يقول لك شي لازم تاخذ الدواء. لا ايش قصدك يعني؟ انت حسيت ان الدواء ما ناسبك بس الدكتور قال لك؟ مو الدكتور قال لك تاخذ هذا الدواء، خلاص خذه. ما عندي دلع دلع وما ادري ايش، بس انا حسيت وانا لا لازم تاخذ الدواء. بس تسمع الكلام بعدين ما تاخذ الدواء، بعدين تجي عندي مستغرب يعني. نظر عندك شكله اوكي، ما ادري كذا شكله اوكي، بس عاد انا اقول تسوي موعد ثاني وانا نعالج لك الاذن ونعالج التعب اللي عندك في الغدد وبعدين نشوف. طيب يلا بعدين نشوف. الان الى الان انا ما نشوف مشكله في النظر عندك. نفسك انت يعني تفحص نفسك وتشوف
بتتذكر من السبانخ. فيها علاج العسل والعسل. وش كمان قالت لك؟ والله الحب السوداء. يا ربي تحب انت يعني تشوف العلاجات الطبيعية يعني. شايف نفسك انت وين؟ زمن جدتي، زمن جدتي انت. طب هذا كلام الزمان، هذا كلام حق الزمان يعني. امك تعرف يعني، امك تقول هي تعرف، هي تشوف انك انت فاهم يعني. تبغى تعرف رأيي يعني في هالاشياء، انا اقول خذ الادوية واحسن واسكت، بس خذ ادوية وخليك ساكت. بلا عسل وحبة سودة وما ادري ايش، وين احنا؟ لا خلاص الدنيا تطورت، صار في ادوية وانت تقعد تاكل لي قرنفل وما ادري ايش. استغفر الله العظيم. بس شوف شوف، انت تبغى تاكل الاكلات كل براحتك براحتك، لكن لا تشوف انه هو دواء يعني. تبغى العلاج الحقيقي، تعال عندي انا اعطيك انتي بايوتكس. لا تروح عند جدتك عند امك وتجي وتقول لي اخذت لي ملعقة عسل كل يوم. Antibiotics, خلاص.
الاشتراك.